تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة غادة البهنساوي للتوضيح أكثر، وهي مديرة المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة. يعني دكتور غادة، مجهودات كبيرة تقوم بها حياة كريمة في دعم أشقائنا الفلسطينيين، بجانب بأن مصر هي مركز توزيع هذه المساعدات. مساء الخير يا فندم، بنرحب بحضرتك طبعا وكل مشاهدي القناه الاولى. احنا الحقيقه لسه موجودين امام معبر رفح كشباب متطوع من حياه كريمه، حريصين كل الحرص على ادخال كل المساعدات وكل الشاحنات المحمله بالمساعدات الانسانيه والاغاثيه والمواد الغذائيه ومياه الشرب النقيه وكمان المستلزمات الطبيه والادويه لاهالينا في قطاع غزه اللي هم في اشد الاحتياج اليها. الحقيقه حياه كريمه بتشارك ضمن شركاء نجاح كبير داخل التحالف الوطني العمل الاهلي التنموي عشان نقدر نوفر لاهالينا في قطاع غزه هذه المساعدات. احنا بنتكلم دلوقتي حياه كريمه وصلت النهارده بقافله جديده الحقيقه ضمن القافله الثانيه من المساعدات، وكده بتكون حياه كريمه تمكنت من ادخال اكثر من 66 شاحنه محمله بالمساعدات الكامله لاهالينا في قطاع غزه. بنتكلم في اكثر من 2000 طن بالكامل دخلوا لاهالينا في قطاع غزه حتى الان. نعم، دكتورة غادة بهنساوي مدير المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، شكرا جزيلا لك.